هاي تماماً مثل كل العازفين المعروفين، يعتبر شوبان معجزة لأنه بدأ بإحياء الحفلات العامة وتأليف الموسيقى بعمر 7 سنين. تأثر شوبان بأعمال باخ وشجع تلميذه على دراسة مؤلفاته، وتأثر كمان بالمؤلفين الكلاسيكيين مثل بيتهوفن، هايدن، موزارت، كليمنتي وهامل. معظم مؤلفات شوبان كانت قصيرة، ما كتب سيمفونيات وإنما سوناتاز، وركز على القطع القصيرة تحت 10 دقائق، وكانت مؤلفاته محصورة بالبيانو. كان شوبان يحب يدق على العتمة يلي كانت تساعده ليستوحي موسيقته، وكان يأمن معظم مدخوله من التدريس ومن العزف بالصالونات، وما كان يحب الحفلات العامة الكبيرة. مين قال إنه قطعة فولتس 64 عندها اسم تاني وهو ليتل دوغ وولت، وهي مستوحاة من كلب حبيبته جورج سوند يلي كان يركض ورا دنبه بشكل دائري؟ أنا قال، شوفكم بكره.